بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد المميز مع عيادة. لقائنا اليوم مميز جدا، تجربة حية أستضيف بها الحاج عبد العزيز عياش، سيكون معنا بعد قليل. ولن أقول المزيد، سأدعكم تسمعون عن رحلته مع المرض وأيضا رحلته مع الاستشفاء. ورحبوا معايا سويا بالحاج عبد العزيز عياش. السلام عليكم يا سيدي. شرفتنا. لا يا سيدي، دامك الله، بارك الله فيك في خدمتك لنا وخدمتك للجميع. الحمد لله. بهذه البرامج الجيدة، وإن شاء الله في ميزان حسناتك بيكون هذا الكلام. يا رب، ونأمل يكون هذا اللقاء التواوي. نعم. يعني يستفيد نعم. منه الناس وفي ميزان حسناتك. إن شاء الله خيرا. الحمد لله يا دكتور. أنا بدأ المرض عندي من 79، السكر. بدأت ترى يعني ما اهتمتش فيه كتير. في 84 كان عندي السكر 400 و350، ارتفع بشدة. في سنة 2005 بدأت أثار، عملت قلب مفتوح، أثار السكر، مضاعفات السكر. في 2013 عملت العدسات والشبكية، أثر على العصب البصري، وبدأت الرحلة الصعبة مع الأطباء. كل ما أقابل طبيب يقول لي خلاص انتهيت يا حاج، ما في بينفع معك علاج. لا إله إلا الله. ذهبت للأردن بعد عملية 2005 في القاهرة. ذهبت للأردن للعلاج وعملوا لي قسطرة. قالوا يا حد أنت عندك 9 شرايين مسكرة. 9؟ ما شاء الله. قلت لهم كيف ماشي أنا؟ قالوا بدك دعامات وشبكات، شبكتين على كل شبكة على مرحلة، تتكلفك الشبكات هذه 24,000 دينار. 24,000 دينار. ما شاء الله. عند الكلام هذا قررت اني ارجع غزة، ورجعت غزة. يعني كان في اجماع اقليمي. نعم. انك انت خلاص. خلاص. هذا الكلام رسميا، يعني مش بقوله من عندي، هاي رسم، هاي القلب. هذا مستشفى الاردن. هاي القلب، عندي 9 شرايين. تمام. وعندي شرين الورطي هذه. بعدين جيت على غزة، هذا عندنا، وقابلت طبيب قلب مشهور عندنا في غزة، أكبر طبيب في الشفا. تمام. فلما اطلع على حالي قال لي ما ينفعش معك علاج، جاهز، وفر فلوسك. وفر فلوسك. ما مرش علي إلا حالة واحدة زيك في 7 ساعات في إسرائيل. قلت السلام عليكم. هذا هبطني. طبعا. هذا في أي وقت من الزمن؟ في أي سنة؟ 2013. بعد رجوعي من الأردن. وإحنا اليوم كم؟ إحنا اليوم 17/7/2021. نعم. تمام. من عند الطبيب هاي روحت، قلت خلاص يعني انتهى الأمر. وفي هذه الفترة كانت كمان فقدت الحجة تبعتي، فالأمور تجمعت. فعندي بنت أخت ما شاء الله عليها، يعني فهمانة شوية. الآن أنا كنت مسجل بدي أعمل وصلة في شريان في نابلس، فقلت لها خلاص مالوش لزوم، ما دام الدكتور هذا كبير وأكبر دكتور يعني عندنا في غزة، حسم الموضوع. بقول لها حسم الموضوع. قالت يا خال أنت زعلان ليش؟ اعمل
كلها فسحة. فعضف الغربية وتفرج على المنطقة، أعجبك كلام الطبيب اللي هناك كان بها، ما عجبكاش هذا أنت رحلة وبروح. اقتنعت فروحت الرحلة هذه. ما شاء الله في المركز العربي عندهم خدمة جيدة، والطبيب من القدس عمل لي دعامة واحدة. قلت له طيب الدعامة أنا عندي 90% وعندي 90%. قال لي هذه التغطية اللي موجودة عندي. قلنا ماشي. ليس بالإمكان أبدع مما كان. نعم. دعامة واحدة. فأخذنا حالنا وعاد دعامة وروحنا. تمام. مشيت. صارت الأمور عندي صعبة شوية. في الشتاء ركبي ورجلي ومفاصلي وحاجتي. وفي الآخر صرت أمشي على عكاز. بمشي 10 خطوات بقف. الآن أنا مصمم على حاجة، إنه إذا كان عندك شرايين لازم تمشي، فيش نقاش ولا أي حاجة بتنفعك إلا المشي. صحيح. فبدأت أمشي شوية شوية. بالرغم من صعوبة المشي عند حضرتك. صعوبة بشكل، يعني بقول لك بعد مشي 5 خطوات استنى. وهذه الأمور مرتبطة بإيش؟ القلب والرئتين. طبعا. فعندي مشكلتين مع بعضهم. صحيح. فتقدمت شوي شوي. والحمد لله الآن المشوار اللي كنت أخذه بساعتين الآن بأخذه بساعة إلا ربع. ما شاء الله. وتحسنت الأمور عندي. الدكتور تبع العظام عندي كمان في رفح. قال لي يا حج انسى المشي. بدك تمشي لازم يمشي، تروح لغزة في دكتور ببعث لك إياه يفتح ظهرك وشوف لك إياه وتعمل لك الحلول. قلت له لا 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 بدناش، لا مستحملش فتح ظهر. وقال لي يمكن تنجح يمكن ما تنجحش. كمان في 16/9/2020 سمعت جابوا لي فيديو عن الدكتور مازن السقا 19/9/2020 بارك الله فيه. سمعت هذا اعجبتني الوصفه. هو تكلم عن مثلث برمودا، ابتعد عن السكر وتوابعه، ابتعد عن الطحبين وتوابعه، ابتعد عن الزيوت المهدرجه. صحيح. والحمد لله بدات انفذ هذا الكلام تماما. الان بدل الزيوت زبده بلدي، زيت جوز الهند، زيت الزيتون وهو متوفر عندنا الحمد لله. الحمد لله. تمام. السكريات انتهيت منهم، وعلى رأيه على رأي الدكتور مازن ذوق الطعم الطبيعي. صحيح. فذوقت الطعم الطبيعي وأعجبني. انتهيت من الشاي، بستعمل الشاي الأخضر، شاي مؤلف من قرنفل 10 حبات قرنفل، مردقوش معلقة، قرفة مكسرة، شاي أخضر. والحمد لله بعد كل وجبة بأخذ هذا الكلام. جميل. وعلى هذا الكلام أنا تحسنت شوية. نصحنا قال إن كان جدع أذكر كلامه، الصوم لك 3 أيام هيك صيام 72 ساعة. 72 ساعة فروحت أنا ماخذها الأسبوع كله. يعطيك الصحة. بعد الأسبوع هذا نسيت حاجة اسمها جوع بتاتا. صحيح. ما فيش جوع. صحيح. هذا مع العلم ان في الاول كنت لو اخروا عن الاكل 5 دقائق بتعب. بتعمل مشكلة يمكن. مشكلة. الظهر مشكلة. رمضان بقدرش اصوم. بصير عندي اغماءات. يعني اموري كانت تعبانة كتير. فالحمد لله الحمد لله ما تحدثت الامور هذه. العام هاي الحمد لله صمت رمضان. والست اللي بعد رمضان ما شاء الله. وهي أنا 10 ذي الحجة يعني نصومنا إن شاء الله. صمنا لأول مرة بعد هاي الكلام. هو بعد هذا الكلام. وقبل ذلك كان من الصعب. ما قدرش، كان يغمى علي. لا إله. إغماءات. فيعني يعني في أعوام صمت منها 3 أيام، في أعوام صمت منها 10 أيام. والدكتور معطيني تصريح إنه ما أفطر. خلاص. فمن حمد المولى العام هاي تحسنت الأمور عندي.
انخفض وزني لعشرين كيلو تقريبا. حلو. من 88 صرت 64 65. بحمد المولى كمان صرت امشي كويس. صحتي تحسنت. ايش اخبار العكاز؟ العكاز رمينا الحمد لله. عندي انا عندي في الدار عكاكيز مش عكاز واحد. فتركنا حكايه العكاز هاي. ممتاز. وبدانا نمشي كويسين وخفينا وصرنا حلوين والحمد لله. والمشوار تبعك اللي بتعمله كل يوم؟ لا كل يوم زال تعمله. اه. طب كنت توقف كل خمس دقائق؟ كنت اوقف انا اولها كل خمس دقائق الآن. وبعدين بدات كل عشر دقائق، بعدين كل نص ساعه لخمسين متر لميتين متر زي هيك شوي شوي. لما ذاك في بعض الضيق هذا انا ذهبت لدكتور القلب تبعي بارك الله فيه. قلت له انا تعبان بقدرش امشي. فاخذ لي صوره قال لي حد انت مش تعبان قلبك كويس، انما انت حكايه الرئتين شويه عندك مشكله. تمام. فقلنا ان شاء الله بنحسنه. وبارشاداتك الطيبه الحمد لله بدات يعني انفذ اكبر الامور وحالتي تحسنت بشكل جميل جدا يرضيني وارضى الجيران كلهم كمان على حوالي انبسطوا لوضعي. الحمد لله. فالحمد لله انصح كل شخص عنده عزيمة وصبر يتبع هذا الطريق. الجميل في قصتك انك انت سمعت هذا الفيديو. نعم. ولم نرى بعض، انت طبقت تعليمات ووصلت لنتائج رائعة. دكتور. فقط من تدوينك للملاحظات. دكتور انا الان كل كلمة بكتبها. رائع. كل كلمة في الفيديو بكتبها، بثبت الفيديو وبكتب كل كلمة. عندي ملف كامل. ماشي. ايش المواد اللي فيها مغنيسيوم، ايش المواد اللي فيها كالسيوم، ايش المواد اللي فيها كذا، كل حاجة بواحدة. جميل. ففحوصات الأخيرة أثبتت أني الحمد لله جيدة. عندك فحوصات؟ نعم القديم. نعم. مثلا قال لي أنت ما تصلحش المشي بتاتا. قال لك ما تمشيش عندك على النوم كل الغضاريف تعبانه. طبعا هذا التقرير بيحكي ما شاء الله ايش يعني ما كل جسمك كل الجسم يعني عندك سي 3 وسي 4 وسي 4 وسي 5 وسي 5 وسي 6 وسي 6 وسي 7. نعم. يعني ما شاء الله منتهي تمام. عندي دكتور قلب كمان. هدول السبع مزبوط. نعم. دكتور القلب قال لي لا تصلح للتصليح. لا خلاص انت خربان. واعطاني ورقه وختمها. هذا الكلام في 2013. نعم. 13/10/2013. قال لي خلاص هي ختمي وانا مسؤول عن كلامي. لا تصلح لحاجه. والله انا جاء بالي تروح له للدكتور الان وتقول له انا عبد العزيز عايش. انا فكرت واروح لتبع العظام تبع اللي عندنا واقول له يا اخي انت قلت لي ما بتنفعش في المشي. هيني بمشي. صحيح. والله فهذه الامور انصحك بذلك. فالحمد لله. يغير الختم معناته. يعني لازم يكون هو عنده دكتور. احنا مشكلتنا مع اطبائنا فهمان افندي الدكتور ما يعرفش يقول لك روح تخصص فلان روح لفلان. اخي الكريم هذه المدرسه الكيميائيه. المدرسه الكيميائيه تعالج الاعراض. يعني هذه تجربه حضرتك ذهبت مثلا كنت في غزه وانتقلت الى مصر وانتقلت الى الاردن المملكه الاردنيه وانا بقول لك لو انتقلت لامريكا وبريطانيا والسويد وين ما بدك وجزر القمر كمان. نعم. غير هذا الكلام لم تجد. فلا تلومهم. تمام. هي مدرستهم. هذا السقف تبعهم. برضو احنا يا دكتور علينا حاجة. لكن احنا في اجمل من الطبيعة. الطبيعة وتنقصنا التوعية. توعية.
طبعا احنا تنقصنا التهوية. يعني انا صراحة انا معجب بحالة حضرتك من زاوية اننا لم نرى بعض. نعم. انت اخذت التعليمات من الفيديو، هذا نعم. دلالة يعني بهذه المناسبة، واتوجه للمتابعين الاكارم، كل من يقول مثلا الفيديو طويل كذا، يعني الفيديو فيه تفاصيل، هي الحاج كتب ودون كل شيء لم يراني. تمام. لما تعرفنا على بعض من كم من انا بدي اقول لك القصه الان، بس جاءني بدفتر جاءني بدفتر يعني فظيع مدون كل شيء فعلا كما قال. تمام. وهذا دليل انه من يتبع التعليمات ويدون ويتبع خطوه بخطوه يصل كما وصل حبيبنا الاخ الحاج عبد العزيز. فيا دكتور، الان انا سمعت الدكتور مازن السقا. طيب وين الدكتور مازن السقا؟ واحد قال لي في الكويت. واحد قال في منطقه يعني في الكويت او في رومانيا، وبعد الفيديو بكلمك ومخصص وقت محدود وتدفع على النص ساعه هذه كذا من كذا. قلت لا، خلينا على حالنا. فكرت اروح للدكتور في مصر. رحت القاهره وما عجبنيش جو القاهره، القاهره مش القاهره هي. فرجعت، فبالصدفه سمعت انه انت موجود مدرس في الازهر، كليه الصيدله. صحيح. طيب كليه الصيدله في التعريف تحت. صحيح. تعريفات هذه كلها. فالحمد لله اقتنعت وبحثت وكلفت الشباب يبحثوا عنك ووجدوك، وانا اليوم جايب لك الفحوصات تبعاتي. هاي الفحوصات، سكري والحمد لله، البنكرياس شغال تقريبا، كفاءة البنكرياس، السيبيبتايد اللي طالما ذكرنا عن السيبيبتايد وان هذا تحليل في منتهى الأهمية، في غاية الأهمية. تمام. وللأسف لا يعمل، حدا طلبه منك؟ لا، من قبل لا معه. لكن انا الان 1.8، 1.8، وهذا يوم الفرح عندي انه انا عندي بنكرياس شغال. طبعا طبعا. الغدة جار درقية. نعم. كم عمرك يا حاج في العقد السابق؟ 76 سنة. الغدة الجار درقية تعمل وتمتص المعادن كما يجب، 52، والرينج عندنا من 10 إلى 65. بعد 65 وعادة في كبار السن نجد هذا الرقم 80 100 120، في تحاليل وصلتني 300 و400، عند الحج 52. رائع. وأقول لك كمان يا دكتور، في أهم من هاي كمان، هاي الدكتور تبعي البراجع، أنا عندي الأطباء براجعهم كل 6 شهور مرة. الدكتور قال لي أنا مش عارف أنت عصبك قوي، أنت كل الأول كنت عصبك ضعيف، عصب العين عندك، إيش بتأخذ أنت؟ قلت هذا اللي بوضع حمية. دكتور دكتور القلب تبعي قال لي ما شاء الله عليك، ما تقولش لحد، انت عضلة القلب عندك 65. كم كانت 52. فقال لي ما تقولش لحد. والممرضين اللي حواليه وجاب الاطباء، جاب الاطباء يوريهم انه كيف انا الحج هي 65. فانا بنصح كل انسان مريض، وهي التهابات المناعيه يا حج نيجاتيف، يعني سلبيه، ما في شيء. وذلك من فضل الله وذلك من فضل الله الحمد لله. وهي السي بي سي يعني ما شاء الله، يعني نعم. كرة الدم البيضاء 100% ما نعم. شاء الله. عندنا نسبة الدم ما شاء الله 12.2، كثير كويسة. عندنا الار بي سيز 4، عندنا الوايت بلاد سيز 8، كرة الدم البيضاء. عندنا منظومة الحديد والفوليت وكل الأمور هذه
وهذا من بفضل الله وبفضل توجيهاتك. هذا مع العلم يا دكتور، هاي كمان 246. نعم، مع العلم يا دكتور انه الحمد لله لما اتبعت النصائح تبعتك، هاي صوديوم جيد، هاي المعادن، صوديوم رائع 141، نعم. بوتاسيوم اروع 4.3، الكلورايد ميتك كويسه كله تمام 102، الكالسيوم الكلي 9.3، الكالسيوم الايوني 1.15 ممتاز، والمغنيسيوم 2.1، يعني لا شد عضلي ولا حزن يعني، والحمد لله ولا تعب اثنين. فحوصاتي كلها جيده ممتازه، نسبه عاليه جدا، يعني اليوريك اسيد 5.5 بدك، يعني كويس الحمد لله، كويس كويس، يعني برضو مع التقدم شوي استمر احنا هذه الحميه. احنا بننصح الجميع انه طوله البال في هذا العلاج، طوله البال، ما تستعجلش، ابتعد عن حاجه الاوامر اللي هي السكريات والحاجات دي. تمام. ثانيا، مصيبة الدنيا كلها السجاير، ابعد عن السجاير. طبعا هذه قصة حزينة. ولا تكون عبد لأي شيء، مش قهوة خلاص، مش معبيتني خلاص، بطل قهوة. إذا شفت حالك مدمن قهوة، ابعد عن قهوة، ما تدمنش على حاجة. هي ما تدمنش على حاجة. فعلا ما تدمنش على حاجة، يعني تناول كل شيء لكن باعتدال. باعتدال. وبعدين راقب نفسك مع ارتباطك مع الطبيب، كل فترة من الزمن تراجعه طبعا، وتعمل التحاليل الدورية. وجدت حاجة في خطأ في شيء تعدله. يعني بالمناسبة لما قال لك 9 شرايين مسكرة، ما شاء الله، يعني الكوليسترول هي 188، الترايجليسرايد اللي الدهون 30 142. نعم، فالحمد لله يعني. والاتش دي ال الكوليسترول الجيد هذا 48. نعم. ما شاء الله على عمر 76 سنة. نعم. هذه نتائج. بس ما تقولش لحد يا دكتور، انا دكتور انا بعتبرش حالي 76. لا ما شاء الله. آه. يعني انا بربطش السن طبعا بال المهم انك تكون انت صحتك كويسة. كم وجبة بتاكل باليوم؟ باكل وجبتين. صيام متقطع 6 ساعات بين الوجبتين. جميل. الشاي تبعي بعد كل وجبة كما انت نصحت، حتى انت نصحت انه لو كنت تأخذ 5 وجبات خذ 5 مرات. صحيح. فالجوع خلصنا منه بتاتا، هذا اهم شيء. اليوم ان شاء الله بمشيئة الله واذا الله وفقنا وتمام طيبين، بدي اصوم 23 ساعة. ما شاء الله. وأجربها. ما شاء الله. بمشيئة الله، إن شاء الله. بنصائحكم وإرشاداتكم الطيبة، الحمد لله، إن شاء الله إنه الجميع يستفيد. يا رب. إيش أهم رسالة بتوجهها لكل من يسمعنا حول العالم؟ نعم. إيش رسالتك؟ رسالتي إنه اتبع إرشادات الطبيب ولا تلتزم كل الوقت بالكيميائيات إلا إذا اضطريت إليها، للكيماوي، للكيميائية، للأمونية. مدام غذائك دوائك هو البرنامج الصحيح، هو رقم واحد، واحد بدون نقاش. بقولوا عنا إنه إحنا علاجنا بطيء وهو رقم 2. مين رقم 2 ومين رقم 1؟ رقم 1 علاجك دوائك، أكلك دوائك، أكلك دواء. هو بداية المرض وهو بداية العلاج. أنا دكتور بيصرفوا لي كل شهر كيس دواء، كيس علاج من الوكالة. الآن أنا بفكر كيف أرجع لهم العلاجات هذه المتكومة عندي. والله المشكلة هذا، تعرف هذه نقطة كثير ناس بيسألوني فيها. بقولوا لي يا دكتور عندنا أدوية كثير مش عارفين إيش نسوي فيها، نتبرع فيها. بقول لهم تتبرعوا بإشي تضروا فيه الناس، أنت ليش ما أخذته؟ أنا لأنك صرت كويس. نعم. طيب أنا بدي أديه لناس، طب ما هي مشكلة أديه لواحد أضره، يعني كانت الدهون، ما الدهون المفروض يعني يكون العكس، شايفين هذا الكيس مليان، طب أنا خلصت منه،
عقبالك لازم تقول له. يعني الحمد لله بحمد المولى يعني. الدهون وما الدهون والحاجات هذه ما شاء كلها الله خلصنا منها. الأرقام تتكلم. في التقدم. الحاجة الوحيدة اللي بوصي كل واحد إنه يكون يعلم 100% العمر محدود. ما تفكرش في المرض وفي التعب وفي كذا وكذا. لو كنت أسد وبدك تموت بتموت، راح خلص خلص وقتك، خلص وقتك. صحيح. انت اجتهد انك بدك تعيش العمر كله. صحيح. وبدك تموت بكرة او بعد لحظة، هذه الأمر بيد الله. صحيح. فانت أدي اللي عليك، والجسد أمانة، والجسد أمانة معك. صحيح. ما تظلموش. شيبسي، هندومي، أطفالنا كلهم يأكلوا شيبسي وهندومي. هذه المصيبة اللي مش عارف أنا السنوات القادمة إيش راح تسجل من أمراض نتيجة هذا السلوك السيء. بعدين وعوا أولادكم، وعوا ناس، وعوهم إنه أنت يا ولد ما تمكاش ماسك لي هالجوال ليل نهار هيك، وبعد النهارين بدك نظارة ثانية. تفرج على حاجة، البرنامج اللي يعجبك، تفرج على البرنامج اللي تستفيد منه. صحيح. نظم أكلك، أنت يا ربة البيت اسمعي، شوفي، نظمي، نظمي أسرتك على الكلام هاي. صحيح. ما تمك ساكتة هيك وانت خميرة على خبز أبيض على كذا وبتلخبط فيها من هنا شمال يمين. العمر له حد، ايش العمر له حد؟ طب ما انت لو تقعد تكلف الدولة كذا. صحيح. لما قعدت بتكلف جيرانك وأهلك واللي بدهم يساعدوك. هذه النقطة، هذه نقطة كتير مهمة، يعني التكاليف. كيف كانت التكاليف قبل ما بين علاجيات وما بين أدوية وما بين أرقام إقامة أرقام خيالية، سفر، أرقام خيالية، أرقام خيالية. هذا المال توفر. يعني لو أنا لو أجيب لك، أنا عندي من النوع اللي بيكتب كل كلمة سنويا، طبيب كذا كذا كذا، يعني انفاقات عالية جدا. الآن أنا بنفق على أكلي، على بطني بس. بالضبط. ايش اكله كويس وبس. يعني هال $100 خلينا نحكي. نعم. باللغة الدولار، بدل ما اصرفها هنا وهناك على ادوية اي طبيب اي طبيب بدك اي طبيب بتزوره بتكلفك حوالي $100 او اكثر. مش نزور الخضرجي احسن؟ انا لما اجي اخذ فواكه زي ما بدي، وبعدين يا اخوي عندك الرجلة، كل رجلة وعيش، كل رجلة. صحيح. كل من منتجات بلدنا اللي ما بتكلف كاش، لا هي مرشوشة دواء ولا عليه حاجة. هذا هو السر. بدنا ناكل من ايش ربنا رزقنا. اليوم عندنا الحمد لله البندورة رخيصة، ما عليهاش دواء، خذها في الفترة هذه. صح. عندك بطاطا حلوة، خذها في الفترة هذه. صحيح. الموسم. عندك جزر، خذ جزر على حسب الارشادات. خذ الاكل المفيد اللي انت تستفيد منه في وقت الغلاء. طيب يا سيدي وفرها في وقت الغلاء، خذ بديل له، تلقى بديل له. ثقافة الموسم. آه. فاكهة الموسم. نعم. خضار. نعم. الموسم فالحمد لله، يعني عندنا كل شيء متوفر. الحمد. والحمد لله في قطاع غزة، أنا زرت بلدان كثيرة، حياتنا في قطاع غزة أفضل من كل البلدان. الحمد لله. بتروح أنت لأي بلد بتكون خايف، كفلسطيني أو غزاوي بالأصل خايف. في الحج خايف، في الأردن خايف، في مصر خايف، في كل مكان خايف. الآن أنت في قطاع غزة الحمد لله مرتاح بدون أي إشكالات، وعايش إيش حصار ولا حاجة، ولا حاجة الحصار. إحنا شعب الجبارين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إحنا أنا ولدت في النكبة 1945، وكم حرب مر علينا. والدي استشهد في 1956 قتلوا اليهود، يعني وعشنا. أنا كنت في الصف الرابع، والدتي كانت عمرها 28 عام. احنا 3 إخوة والحمد لله ربتنا ونجحنا وعشنا الحمد لله. من حمد المولى. وأنا بوصي كل إنسان، كل إنسان يهتم بالأعشاب ويهتم بحالته الصحية وأكله الصحي، يهتم بغذائه، غذاؤك، غذاك دواءك. ونختم في هذه غذاؤك دواءك، فليكن غذاؤك دواءك.
نعم، وما حدش يضحك علينا. وما حدش يضحك علينا. شعارنا. فعلا ما حدش يضحك علينا، وفليكن غذاءك دواءك. أجمل كلام وأجمل نهاية. وما بدي أختم بالنهاية اللي أنتم متعودين عليها، لأنه أجمل كلام حكى الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.